معانا كابتن اسلام صادق الناقد الرياضي. اهلا بيك يا استاذ اسلام. وتتويج المباريات اللي تابعناها النهارده بالفوز بكأس العالم للناشئين، حضرتك قريته ازاي؟ اولا برحب بيكي وبرحب بكل المشاهدين، ومبروك طبعا للاعبين والجهاز الفني واتحاد اليد والمصر كلها وللمصريين وللشعب المصري. تتويج منتخب الناشئين مواليد 2000 ببطولة العالم كأول منتخب عربي وإفريقي بيحقق الإنجاز الكبير جدا اللي اتحقق النهارده، اللي أظهر العالم على منتخبات على الكبرى وتفوق على كبرى المنتخبات العالمية اللي بيشاع إن هي يعني بتمتلك طبعا هي تطور كبير جدا في رياضتها وفي مختلف ألعابها الجماعية والفردية، بيأكد على إن مستقبل مصر مستقبل كبير جدا في الرياضة في كل المجالات. بس هم ادوا النهاردة برضو رسالة مهمة جدا يا أستاذ إسلام لكل اللعبات الرياضية. يعني النهاردة وإحنا شايفين دلوقتي علم مصر بيترفع في هذه البطولة بالنجاح ده، بالتفوق ده، بالأداء الراقي على مدار البطولة واللقاءات بالكامل لمنتخب مصر للناشئين. اكيد كان في رساله للجميع، يعني خصوصا انه ده شباب صغير، يعني تاتي بعد يعني شهر واحد من برضو انجاز منتخب للشباب اليد بقياده طارق محروس بقياده وطنيه. ايضا النهارده مجد ابو المجد، حسين زكي، حماده الروبي الجهاز الفني للمنتخب الوطني مصري خالص، بيؤكد على كيفيه اختيار واتحاد كره اليد بقياده هشام نصر ازاي بيختار الاجهزه الفنيه للمنتخبات الوطنيه. لما بتختاري صح ولما بيكون في كفاءات وفي معايير للاختيار، دي رساله بيبعتها هشام نصر رئيس اتحاد كره اليد تحديدا لاتحاد كره القدم المصري في كيفيه اختيار المدرب القادم للمنتخب الوطني. الناشئين النهارده بيبعثوا برساله لكل لاعبي المنتخب، سواء بقى منتخبات كره القدم، سواء المنتخبات اللي موجوده دلوقتي باذن الله وبداوا يحصدوا ميداليات ذهبيه في دوره الالعاب الافريقيه المقامه في المغرب. اعتقد ان فوز النهارده منتخب الناشئين ببطوله العالم هيدفع البعثه المصريه اللي موجوده في المغرب بمواصلة الإنجازات بحصد ميداليات ذهبية وبرونزية وفضية بإذن الله، يتوجوا أيضا بدورة الألعاب الإفريقية في المغرب، بيبعث للرسالة الأهم للعبة الشعبية الأولى في مصر للقائمين عليها سواء سابقين أو لاحقين أو حاليين، للجمعية العمومية لاتحاد الكرة أن يبتعدوا عن المجاملات في الاختيارات، سواء بقى الاختيار في انتخابات مجالس ادارات اتحاد الكره اللي بتشهد مجاملات فجه، سواء في اختيارات الاجهزه الفنيه للمنتخبات الوطنيه اللي برضو كانت بتشهد في الفتره اللي فاتت مجاملات فجه. نرجع قبل كده خدنا برونزيه العالم للناشئين في عهد اللي هو حرب الدهشوري، ما كانش فيه مجاملات في اختيار شوقي غريب، كان بقياده مصريه. كان شوقي غريب هو اللي هو بيقود حاليا المنتخب الاولمبي. اذا ده بيؤكد رساله مهمه جدا لكل لاعب في اي لعبه انه ممكن يحقق النجاح، صحيح، يحقق النجاح من خلال كمان المدرب، الابتعاد عن المجاملات. شكرا استاذ اسلام صادق الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك، والف مبروك لمنتخب مصر للناشئين في كره اليد مره ثانيه، واكيد هنحتفي بيهم في حلقتنا اللي جايه ان شاء الله.